بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال. إن شاء الله النهاردة الدرس رقم 44 من كورس إنشاء برنامج المستشفيات بلغة البي اتش بي مع استخدام فريمورك لارافيل. درس النهاردة إن شاء الله هنحاول إن احنا نقفل داشبورد الخاصة بقسم المختبر عشان يبقى بفضل الله قدرنا نخلص التابة دي بالكامل عشان نبدأ ندخل على جزئيات تانية. طيب في الدرس اللي فات احنا زبطنا الراوتس وزبطنا كل حاجة والكنترولر بتاعنا، بس الداتابيز بتاعتنا ما كناش بنعرضها بشكل صحيح او ما كناش اشتغلنا عليها. طيب عايز اقول لك ان القسم اللي احنا اشتغلنا فيه قبل كده اللي هو قسم الاشعة هو نفس فكرة قسم المختبر. المفروض بدل ما الدكتور بيحول المريض على قسم الاشعة، لا، هو بالتالي بيحوله على قسم المختبر. المفروض في الدروس السابقة لما كنا بنشتغل على الأشعة كان المفروض أن الدكتور الأشعة بيرفع الأشعة بتاعته عشان الدكتور يبدأ يشوفها. بالفعل نفس الفكرة بالضبط، احنا عايزين برضو جزء المختبر نفس الفكرة، أن الدكتور يحول المريض على قسم المختبر وبناء عليه يبدأوا يعملوا التحاليل المطلوبة، وبعد كده المفروض أن الموظف بتاع المختبر يبدأ يرفع التحاليل دي على النظام، فبالتالي الدكتور يبدأ يشوف التحاليل دي زي ما يشوف اللي كان بيحصل معانا في قسم الأشعة. طيب عايز أقولك إن الفيوز هي نفسها بالظبط، مفيش اختلاف عندي، كله الكويري بنسبة 90% أو بنسبة 100% هو كله شكله بالظبط، بس اختلاف عندي حاجة واحدة بس، إن أنا بدل ما كنت بقوله هات لي الداتابيز أو هات لي البيانات من قسم الأشعة، لا، أنا بقوله هات لي البيانات من قسم المختبر. طيب في البداية كده عايز أقولك على حاجة عملتها. لو احنا رحنا هنا على الداتابيز، رحنا على الميجريشن، رحنا على اللابوريتورز، انا طبعا في الدرس اللي فات ما كنتش حابب ان انا ازود الحته دي غير لما نيجي ليها عشان الناس ما تتشتتش مني او ما تفهمش الموضوع بشكل غير صحيح. طبعا احنا كنا زبطنا ان احنا بنظبط ان بنعمل ريليشن شيب مع الفاتوره ومع المريض ومع الدكتور والكلام ده كله. بدانا نزود، احنا عندنا حاجه اسمها امبلوي اي دي وحاجه اسمها الديسكريبشن اي اللي هي الديسكريبشن امبلوي، تمام. طيب هنا في الامبلوي اي دي هنا هنغير، بس لو تلاحظ حاجه في الري، في الري امبلوي لما كنا بنعمل الجزئيه ديت اللي هي في الريز كنا بنعمل عمليه ريليشن شيب نقول له الامبلوي اي دي هيروح مع ايه، مع جدول الري امبلوي. لا، احنا بقى هنعكس بقى المره دي، بما ان احنا شغالين مع قسم المختبر فبالتالي ان احنا عايزين نقول له هنا ان احنا هنشتغل على لما اجي اضغط هنا اقول له ان انا بقول له ان انا لما هحذف هنا بقى في عندي هنا التيبل بتاعي اللي هو اسمه اهوت، عشان بس اعدلها عشان ما انساش، بقول له ان احنا بنعمل عمليه ريليشن شيب مع الليبوريتور امبلوي. تمام لغايه الان الكلام جميل والامور كلها تمام. طبعا انا زبطت الداتابيز هنا وبدات اعمل عمليه المايجريشن عندي بشكل صحيح عشان ابدا اظبط. طيب سؤال بتطرحه او بتساله لنفسك، باشمهندس انت ليه ما بتقوليش على كل حاجه مره واحده؟ ليه بتخليني كل شويه اعدل في الداتابيز؟ اقول لك لسبب واحد، ما بحبش دايما ان انا اديك كل المعلومات في وقت واحد، كل معلومه بيجي وقتها بالتالي ببدا ان انا اشرحها في نفس التوقيت اللي يخصها. انا كان ممكن من البدايه في الدرس اللي فات ابني التيبل كله بالكامل كده، لكن انا ما حبيتش اعمل الجزئيه دي لسبب واحد، عشان عايز كل جزئية ان انت يعني تاخدها في توقيتها الصحيح. تمام. طب انا زبطت الجزئيات ديت، وبعد ما زبطت الجزئيات دي بدأت اعمل عملية المايجريشن بتاعتي PHP Artisan Migrate، وبدأت انفذ المايجريت بتاعي او المايجريشن بتاعي او عملت ريفريش للداتا بيس. طيب الخطوة اللي بعد كده ايه باشمهندس عملتها؟ بكل بساطة انا عملت هنا عندي، رحت على الاب، رحت على الانترفيسز، بدات ان انا اعمل انترفيس يخص اللابوريتور امبلوي، بدات احط لهم ريبوزيتوري، نفس الريبوزيتوري بالظبط اللي احنا عملناه في قسم الاشعه، بس احنا الفكره ان احنا غيرنا هنا اللي احنا بنشتغل على قسم الاشعه عملنا على قسم المختبر. تمام. بعد كده رحت رايح على الريبوزيتوري بتاعنا، ورحت رايح هنا على الداشبورد لابوريتور امبلوي. وطبعا عايز اقول لك ان عمليه المسميات لك مطلق الحرية فيها، يعني لك مطلق الحرية فيها. طيب نفس الريبو اللي احنا عملناه للفواتير بتاعة الأشعة عملناه للمختبر، بس الفكرة ان احنا غيرنا اسم الموديل بتاعنا. بس عايزك تنتبه من حتة واحدة بس، ايه هي؟ ان احنا لما كنا بنعمل للأبلود
طبعا احنا عندنا التريد بتاعنا مظبطين والدنيا كلها تمام عشان نعمل الصور. الفكرة بس كلها ان انا غيرت المسار هنا عشان تبقى انت فاهم، يعني ركز في الجزئية ديت، ان المسار بتاع الصورة هيتحفظ في فولدر اسمها لابوريتورز. المفروض عندي هنا الابلود فايل وهبدأ اخد الفاتورة بتاعتي، وهنا طبعا ان انا بظبط الموديل بتاعي. طبعا احنا اتعلمنا علاقة البوليمورف عشان نبدأ ان احنا ننفذ العملية دي. طبعا ليها اكتر من طريقة بس انا اخترت الطريقة دي في البروجكت بتاعنا يعني. طيب الخطوة اللي بعد كده، طبعا احنا هنا زبطنا الكويري بتاعتنا وزبطنا الفانكشن بتاعتنا زيها زي قسم الاشعة بالظبط. طيب سؤال بيطرح او بيجي في بالك دلوقتي، بشمهندس ليه ما كتبتش الكود قدامي دلوقتي وعملته على طول؟ عايز اقول لك ان الكود يعني حرفيا يعني كل اللي عملته ان انا غيرت في الاسماء وغيرت في الفيوز ليس الا فقط، يعني الموضوع بالنسبه لي خلصان. فمش عايز اكتب الكود قدامك عشان ما توصلش لمرحله الملل، يعني بالنسبه لك خلاص انت فهمت الليله دي كلها ماشيه ازاي وهتظبط الدنيا بتاعتك. هيكون عندي مختلف حاجه واحده بس عايزك تركز فيها وتنتبه ليها كويس. ايه هي؟ لما اروح على داشبورد بتاعت الدكتور، عندي هنا في الانفايسز تمام. لا خلينا بس نروح على الفيو ريسورس فيو. هنا عندي هنا في الداشبورد، عندي هنا في الدكتور، هلاقي عندي الانفايسز بتاعتي. ننتبه هنا في عمليه البيشنت ديتيلز. بيشنت ديتيلز احنا كنا عايزين نقول له مضمون الكلام، لو تم حاجه على الكيسز بتاعتنا يبدأ يشوفها خلاص ما عادش يقدر يعدل عليها. طيب ازاي بشمهندس انا مش فاكر؟ اقول لك تعالى ببساطة كده، خلينا ندخل النهاردة انا كدكتور عندي دكتور عشان بس تبدأ توضح الرؤية بالنسبة لك تمام. خلينا بس نروح على الدكتور، هنا الدكتور وكان تمام. انا النهارده عندي دكتور اسمه احمد حمدي. اوكي الدكتور احمد حمدي ده المفروض عنده مريض اسمه محمد السيد. تمام المفروض ان محمد السيد ده الدكتور هيحوله على قسم المختبر. حلو، تعالى كده هنا في قسم المختبر نبدا نشوف كده. عندي هنا في قائمه الكشوفات كده يعتبر فاضيه هنا خلاص، خليني بس ارجع في الداتابيز انظف الدنيا دي كلها عشان تبدا ان انت تشوف ايه اللي تم. نفس فكرة المختبر، ما عملناش أي حاجة يعني، الموضوع سهل جدا ومفيش فيه أي مشكلة. وهنا الكيسز دي خليها لي زيرو وأعمل لي هنا ريفرش. أنا النهاردة الدكتور حولني على المختبر، فأنا واحد شغال في المختبر اسمي عمرو خالد. أوكي جالي هنا مريض جاي لي من الدكتور اسمه احمد حمدي والمطلوب تحليل دم مثلا على سبيل المثال. احنا طبعا بنعمل حاجه فيك يعني. اوكي وبعد كده قلت له هنا اضافه تشخيص. انا كمريض مختبر، انا كواحد بتاع المختبر كتبت هنا مثلا على سبيل المثال المريض، مثلا ممكن نقول له المريض يعاني مثلا على سبيل المثال من فقر دم ايا كان يعني. طبعا هم ممكن يكتبوا الديتيلز بتاعتهم بالانجلش وحاجات زي كده يعني، لك مطلق الحريه. وجيت هنا جبت صوره زي مثلا على سبيل المثال ان هي زي بتاعه التحليل وحاجات زي كده وعملت عمليه حفظ. تمام المفروض دلوقتي اللحظه ديت انا كمختبر لو رحت على الكشوفات مش هلاقي الفاتوره لان انا خلاص الفاتوره اتقفلت او المريض خلاص سجل عندي. لو رحت هنا على قائمه الكشوفات المكتمله وضغطت عليها هيجي لي هنا ان في واحد مريض كان عندي اسمه محمد السيد وده الفكره بتاعته. لو انا ضغطت انا كمريض كدكتور مختبر المفروض هيظهر لي عندي هنا. طبعا انا كنت رافع صوره قبل كده فبالتالي هو رفع الصورتين او الكلام ده كله. تمام عشان كنت بعمل تيست فهو رفع الصوره. طيب رفع الصوره فين يا باشمهندس؟ لو انا جيت رحت هنا رحت على البروجكت بتاعنا قلت له عندي هنا في البابليك، رحت على الداشبورد عندي على الايمجز هلاقي في عندي هنا في الصور لابوريتورز اهيت موجوده وهو رفعها مرتين. انا عارف ان هو رفعها مرتين ليه. تمام طيب لان انا قررتها اكتر من مره. طيب الا انا كده دلوقتي كمريض مختبر عملت كل التفاصيل دي والامور كلها تمام بالنسبه لي. طيب احمد حمدي اللي هو الدكتور عايز يبدا يشوف اللي حصل على المريض ده. طيب عشان يشوف اللي حصل على المريض ده لو ضغط، انا واقف هنا بدكتور اسمي احمد حمدي ضغطت على المريض المفروض المريض جاني وقال لي خلاص انا خلصت في المختبر والامور كلها تمام والدنيا زي الفل.
رحت انا طلعت قسم الاشعه ما فيش حاجه، انا ما حولتوش لقسم الاشعه، انا حولته لقسم المختبر. حلو قوي. رحت داخل على المختبر، هنا في اللحظه دي لو العمليه ما كانتش تم عليها اي حاجه كان الدكتور له مطلق الحريه انه يعدل. طب العمليه تمت خلاص، الراجل راح المختبر وخلص وتمام زي الفل، المفروض ان الدكتور اول ما يضغط هنا بالتالي يبدا يعرض له الحاجات اللي بتاع المختبر عملها. طيب على كده انا بس كل اللي عملته هنا زودت راوتس عشان تبقى انت واخد برضه بالك، ما حبش ان انت تبقى ماشي وخلاص. لو انا رحت على الدكتور هنا عملت راوتس جديد اسمه شو لابوريتور، عشان ان هو لما الدكتور يضغط على اسم المريض بالتالي يجيب له صوره التحليل. طبعا الفكره دي كلها زي قسم الاشعه بالظبط، يعني الموضوع كله حرفيا عايز اقول لك انت بتنفذ قسم الاشعه كله بالكامل، بس الفكره كلها ان انت بينما بتقول له هات لي بيانات من قسم الاشعه انا بقول له هات لي بيانات من قسم المختبر. طبعا انا بكرر تاني المره التانية ما كتبتش الكود عشان الموضوع يعني متكرر كتير، فبالتالي عمليه الكود هيكون بالنسبه لك حاجه ممله، وفي نفس الوقت اختبر نفسك ان انت تعمل جزئيه زي ديت. طبعا زائد ان موجود اصلا كل الكود المكتوب ده موجود على الجيت هاب، بعد يعني الفيديو اول ما يترفع مباشره هتلاقي فيه لينك الجيت هاب موجود كل الاكواد، في حاله لو في اي مشكله عندك بترجع للاكواد عشان تشوفها. بس نصيحه اشتغلها انت من دماغك الاول، انت فهمت الفكره ازاي، نفس فكره الاشعه بالظبط، هندلها زي ما انت عايز كده. الحمد لله بفضل الله احنا قدرنا النهارده ان احنا في قسم المختبر خلصناه، قسم الاشعه خلصناه، والدكتور خلصناه. ان شاء الله باذن الله في الدروس الجايه هنحاول بقدر المستطاع ان احنا ننجز اكتر شويه، وندخل بقى على عمليه الفرونت اند عشان نبدا نشوف الدنيا بتاعتنا بقى في الفرونت ونحس ان احنا بنشتغل. طبعا عايز اقول لك ان كل ما البروجكت يدخل في الجد اكتر هتحس ان الموضوع بقى سهل، لان الموضوع كله بنايه الداتابيز او انك تبني الداتابيز ستراكشر بتاعتك وتظبط الدنيا والريليشن شيب والحاجات دي كلها هي كانت كل الحاجات المتعبه بالنسبه لك، لكن بعد كده هتلاقي بالنسبه لك الموضوع كله سهل، هو عرض داتا مش أكتر. أتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم، وبإذن الله أشوفكم في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.